اكتشفتها يعني من الصغر، ملي كنت كنمشي مع العائله ديالي يعني عند ميك اب ارتست، فكنت كنشوف الطريقه باش كيخدم بها، كانت كتعجبني يعني كنعتبر كفن. ففوالا بقات في بالي داك المهنه لانها عجبتني. من بعد حاولت ندخلها وندرس عليها ونطور راسي اكثر، والحمد لله. يعني كما غنقول اول عروسه، يعني كنعتبرها اول عروسه ما كيت لها، ملي كانت في عمري 14 سنه، وحاليا 21 سنه، يعني واحد المده. من بين الفنانات يعني اللي تعاملت معهم وارتحت لهم الفنانه سلمى رشيد، فهي كنبغي نقول كان الفضل ليها واحد النسبه من الشهره ديالي، وكنتعامل معها يعني كاخت، يعني ما كنعتبرهاش فنانه، فكنلقى راحتي مع سلمى رشيد اكثر. شرف لي انني نطمح نخدم الاسماء المنور ديفا سميرة السعيد. نو هي ماشي ظاهره صحيه، لان لا حلات لاشين اليوتيوب وبقات كتماكي راسها كتقول ميك اب ارتست. نو تقدر انها تماكي راسها زوين، ولكن غادي تجي لسيده اخرى ما غاديش تعرف تماكيلها، لان حنا كل الوجه والتخصص الخدمه ديالو، كل فيزاج والطريقه ديالو. دونك الميك اب ارتست باش كيتعرف ارتست يعني على جميع الوجوه كيماكيلهم وكيطلعهم في احسن اطلاله. صيحات الميك اب اللي خارجين في التوندونس كما شفنا من قبل، يعني شي حاجه في البساطه، يعني الوان نيود ترابي كونتورين، يعني ما بقاش المكياج شارجي ابدا، يعني كتبقى في واحد التيم ديال البساطه، هو اللي دارج دار الموضه. الايلاينر مازال على حساب العيون، كل العيون اللي ما يجيش معها الايلاينر وكل اللي كتجي معها. كنصيحتي ليهم بزاف البنات كيشوفوا سوغ يوتيوب طريقة الميك اب على بعض واحد الموديل وكيجيو يطبقوها في راسهم وما كتنجحش. ففوالا اي بنت بغات تماكي راسها خصها اول حاجة تدرس على انواع العيون ديالها، دوك العيون ديالها شنو غادي يناسبهم، لو تان ديالها شنو غادي يناسبو. ففوالا ما تشيش تشوف في واحد الموديل وتطبق، لان كل الوجه وكل عيون الاختصاص ديالها، فالدرس على اللي غادي يجي معاه في الوجه ديالها عاد تماكي احسن. باش يكون الماكياج ناجح اكيد خص مثلا لو تان باش يطلع زوين خص تكون مصوبه سوان فيزاج. ففوالا اهم حاجه البشره انها تكون لابو ديالها زوينه. بالنسبه للعرائس الميك اب اللي دارج مؤخرا، ماكياج يكون ناعم، الوان نيود، نقدروا نديروا الجليتر. بالنسبه للتسريح تكون تسريح يعني ويفي، يعني كنبقى في التيم ديال البساطه احسن. كاينين لي ميك اب ارتست هنا مغاربه تبارك الله عليهم ما شاء الله، ولينا في تطور كبير في المغرب، وكذلك انا كيعجبني في الخليج، منهم الميك اب ارتست روان والميك اب ارتست جاكوب. اكيد في هذا الوقت هذا ضروري من مواقع التواصل الاجتماعي، لانها هي اللي كتزيد تبين الانسان، يعني سواء كنت يعني سميتي غادي تعرف في المغرب كامل. ففوالا الناس كيتبعوك سير انستغرام، كيشوفوا الاعمال ديالك القدرات ديالك، وميم طو كيبقى داك الموقع التواصل بينك وبينهم. وكما قلت لك انا يعني خدام غير بالانستغرام، كاع العرائس يعني متبعيني في الانستغرام، لانني حاليا ما عنديش مقر قريب غادي نفتحه، فالانستغرام يعني كينشر سميتي على الصعيد الوطني. اكيد كما كيعرفوا الناس المتبعين ديالي، انا كنديبلاصا لاي مدينه، يعني في جميع المدن المغربيه كنديبلاصا لهم. وبالنسبه لي بخي كيبقى على حساب المدينه والتاريخ، يعني مثلا غادي نخدم في مدينه فاس، ماشي غادي نديبلاصا لكازا، ماشي غادي نديبلاصا لطنجه. ففوالا كل مدينه ولي بري ديالها. وبالنسبه للناس اللي ما متبعينيش، يدخلوا انستغرام ديالي حاليا ميك اب اوفيسيال، وغادي يتابعوا اعمالي، واي يعني سؤال نقدر نجاوبهم عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب.